طيب مباراه انجولا وموريتانيا انتهت بتعادل السلبي ما بين المنتخبين، وده اول تعادل سلبي في البطوله من منذ بدايتها، فبالتالي الاثنين كده اعتقد بيفقدوا فرص كتير في التاهل. انجولا كده هي المركز الثالث برصيد نقطتين، تعادلوا مباراه تعادلوا مع تونس صح، فكده انجولا الثالث نقطتين وموريتانيا الرابع نقطه واحده، ودي اول نقطه في تاريخ موريتانيا بعد ما صعدوا لاول مره في تاريخهم في بطوله الامم الافريقيه. وتونس كمان المركز الثاني، وللاسف يعني احنا ما بنشوفش المنتخب التونسي بالشكل القوي اللي متوقعينه عن هذا المنتخب الشقيق. الشعب التونسي طبعا شعب حبيب جدا للمصريين، نتمنى لهم باذن الله باذن الله كل التوفيق خلال المرحله اللي جايه، سواء تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، كل الدول العربيه واشقائنا العرب نتمنى لهم كل التوفيق. تونس ايضا في المركز الثاني، مالي طبعا كده بتحتل الصداره برصيد 4 نقاط. طيب نبتدي بالاهرام، واللي بتقول ايه؟ بتقول ان الفوز او التعادل بيضمن الصداره لمنتخبنا الوطني المصري باذن الله، اقل تقدير تتعادل في هذه المباراه ومن ثم تكون المركز الاول بشكل رسمي وتنهي هذا الدور اول مجموعتك عشان تلاعب ثالث المجموعه الثالثه او الرابعه او الخامسه حسب النتائج اللي هيطلع فيهم احسن توالت الاولويه للمجموعه الثالثه، ولو مش كده مفيش احسن توالت المجموعه الثالثه هيبقى من المجموعه الرابعه، لو مش المجموعه الرابعه هيبقى من المجموعه الخامسه. تمام. للاسف الشديد طبعا حارس منتخبنا الوطني محمود عبد الرحيم جنش تعرض امبارح لاصابه كبيره جدا جدا للاسف الشديد في معسكر المنتخب بقطع في وتر اكيليس، فبالتالي هيغيب مده تتراوح ما بين الستة اشهر ل 8 اشهر، فنقول لجنش الف الف مليون سلامه، وان شاء الله ترجع سريعا وتشفى سريعا باذن الله من هذه الاصابه اللعينه الصعبه جدا. بالتالي جنش كده خارج المنتخب الوطني المصري. طب المنتخب كده هيعمل ايه؟ هيستعين بابو جبل عشان يساعد في تدريبات الشناوي والشناوي، فبالتالي هو مش ابو جبل مش هيقدر ان هو يلعب ايا كان الظروف، هو متواجد بس عشان يساعد في التدريبات مع تدريبات حراس المرمى، لكن جنش ايضا هيظل في معسكر المنتخب الوطني، ولو هو مش محتاج يعني لجراحه سريعه فبالتالي هيظل في معسكر المنتخب الوطني حتى انتهاء البطوله. نتمنى لجنش العوده سريعا ان شاء الله، والف مليون سلامه على جنش حارس منتخبنا الوطني. كمان من خلال الاهرام الجيري بيضع اللمسات الاخيره على تشكيل مباراه اوغندا، وهو عنده في الحقيقه حيره كبيره جدا سواء يريح لاعبين او يلعب بنفس التشكيل، وهي نقطه فعلا محيره لان انت في نفس الوقت عايز بتحاول تجد بدائل، وانت اللي زنقت نفسك في الحته دي للاسف يعني باختياراتك، لكن ايا كان احنا في امر واقع دلوقتي، فانت اتزنقت شويه في البدائل فعايز تكتشف بدائل جديده في مراكز مختلفه في مباراه اوغندا، في نفس الوقت انت مش عايز تفقد الصداره، فهي حسبه معقده شويه هتبقى عند مستر اجيري خلال ال 24 ساعه دول، وهنشوف هيعمل ايه. كمان النهارده بالمناسبه او امبارح بالتحديد كان في اجتماع من وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي مع المهندس هاني ابو ريده والجهاز الفني واللاعبين لمنتخب مصر، واتكلموا بشكل كبير جدا عن المرحله اللي فاتت، وطالبهم الوزير طبعا اشرف صبحي ببذل المزيد من المجهود ومضاعفه المجهود بشكل كبير جدا عشان ان شاء الله المنتخب يكون مميز ويظهر بشكل افضل يسعد كل الشعب المصري، وان الهدف الاساسي هو تحقيق اللقب. في المقابل المهندس هاني ابو ريده اشاد جدا بتكاتف اللاعبين، ده في كلامه مع الوزير، بتكاتف اللاعبين في ازمه عمرو ورده، وده شيء مميز من اللاعبين ان هم بيساندوا زميلهم ايا كان هو اخطا او لا يعني، بس ايه هم بيساندوا زميلهم عمرو ورده، فبالتالي ان شاء الله نتمنى التكاتف ده يقود لحصد اللقب. نروح لاخبار اليوم، وبتقول ايه؟ بتقول تجنبا لصدام مبكر مع الجزائر او السنغال، المنتخب الوطني على اهبه الاستعداد ل مواجهة الرافعات الأوغندية غدا، ويعني بيلمحوا إلى أن المنتخب مستعد بشكل كبير جدا لمباراة الغد، وإن شاء الله بإذن الله المنتخب يكون موفق. الجزئية الأخيرة اللي عايز أعلق عليها في الخبر ده بالتحديد وهي خاصة بالجزء الثاني اللي تحت ده اللي حضراتكم شايفينه ده، كواليس جلسة عتاب بين أجيري وجبلاية بسبب السعيد وتريزيجيه، ده على عهدة مين؟ على عهدة أخبار اليوم. بيقولوا إيه بقى في متن الخبر؟ بيقولوا ان كان في عتاب كده ما بين مسؤولي المنتخب الوطني واعضاء اتحاد الكره مع مستر اجيري في جلسه فيها صراحه كبيره قوي، ده على حسب اخبار اليوم كتبته. بتقول ان هم تطرقوا معاه للبدائل بالتحديد في الثلث الامامي لمنتخب مصر
وان ما عندكش بدائل. هم كاتبين هنا في الخبر ايه بسبب السعيد وتريزيجيه. هم شايفين المسؤولين في اتحاد الكره شايفين ان احنا ما عندناش بدائل لعبد الله السعيد او تريزيجيه، خصوصا بعد الازمه اللي كانت حصلت مع ورده، يعني هو مش هيلعب الماتش الجاي. فبالتالي تريزيجيه لا قدر الله، لا قدر الله، هذا النجم الموهوب المتالق لا قدر الله لو تعرض لاصابه هتبقى ازمه كبيره قوي 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 يعني. نفس الحال بالنسبه لعبد الله السعيد برضه هتبقى ازمه كبيره جدا، رغم ان هو مش مستواه. نتمنى له باذن الله ان هو يعود لمستواه سريعا عشان في صالح المنتخب الوطني. فايضا من البدائل، هي دي المشكله اللي احنا كنا اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا في وقت اختيار القائمه الخاصه بمنتخب مصر. فدي كانت جلسه عتاب ومصارحه ما بين ده على حسب تاني على حسب اخبار اليوم كتبته ما بين مستر اجيري وعبد الله وعفوا المسؤولين عن منتخب مصر. طيب اخبار اليوم بتحذر المحمدي ورفاقه من مواجهه اوغندا، وبيقولوا ايه؟ بيقولوا ان اوغندا كمان طبعا في صداره المجموعه، وهم عارفين كويس قوي ان هم لو طلعوا التاني برضه هيقابلوا احدى المنتخبات القويه اللي بتتمثل في السنغال او الجزائر، اقوى او من اقوى المنتخبات في هذه البطوله حتى الان في الحقيقه بجانب المغرب طبعا. فبالتالي هم كمان زي ما انت عايز تتجنب مواجهه الجزائر والسنغال، هم كمان عايزين يتجنبوا هذه المواجهه. فمن هنا جايه صعوبه المباراه، لان الاهداف متشابهه ما بين مصر واوغندا، او اهداف هي واحده بالنسبه لهم، هم الاثنين كل واحد عايز يطلع اول مجموعه. اوغندا عندها خيار وحيد بس عشان يصعدوا اول مجموعه، ان هم لا قدر الله يكسبوا منتخب مصر، ساعتها هم هيكونوا الاول. ان شاء الله لو مصر تعادلت او كسبت احنا الاول باذن الله، والامور تمشي بشكل كويس. لازم المنتخب يبقى واخد حذره بشكل كبير جدا علشان ما نتعرضش لاي كبوه في وقت ضيق وصعب جدا في هذه البطوله، اللي احنا يعني مستنيين ان شاء الله باذن الله اداء افضل من كده بكتير لمنتخبنا الوطني. باذن الله بمسانده الجماهير هنوصل للاداء ده، وباذن الله بمسانده الجماهير هنحقق البطوله ان شاء الله. نروح بقى للاخبار المسائي، واللي كاتبه بالبند العريض التركيز، ودي جمله مهمه قوي. انت مطلوب منك انك تركز قوي في مباراه اوغندا عشان تتخطى مرحله بشكل انت عايزه كاول مجموعه. فبالتالي التركيز ده اللي هيقودك خلال مشوارك بشكل عام. بيقولوا ان المنتخب كمان بيؤدي تدريبه الاخير النهارده في استاد الكليه الحربيه، واحنا عارفين المنتخب بيتمرن على هذا الملعب، فبالتالي التدريب هيكون مهم. تدريب امبارح كان اهم نسبيا لان كان في بعض الجوانب الخططيه والتكتيكيه وكل الكلام من ده. النهارده بيبقى تدريب استشفائي شويه عشان ما يبقاش فيه اجهاد زائد على اللاعبين قبل مواجهه اوغندا. وكمان بيتطرقوا ايه الاخبار المسائي، بيقولوا ان في حيره كبيره جدا، اجيري محتار، محتار يعمل ايه؟ يلعب بالتشكيل اللي لعب بيه هو في اول ماتشين، ولا يغير شويه، يحط دم جديد في المنتخب، يجرب. هتبقى مجازفه بصراحه، يعني مش عارفين مستر اجيري هيستقر على ايه في النهايه، لكن هي هتبقى مجازفه لو انت غيرت عناصر كتير. طبعا هيبقى كارثه اكبر، هتبقى مجازفه اكبر يعني، لأ انت ممكن تغير عنصر اتنين بالكتير قوي في اضيق الحدود، وتكون واثق مليون في المية ان اللي هينزل باذن الله ان شاء الله يؤدي نفس المطلوب. طالما هو في المنتخب يبقى اكيد هيؤدي نفس المطلوب يعني، طبقا لرؤيه مستر اجيري. فبالتالي هي حسبه صعبه شويه على مستر اجيري زي ما قلت لحضراتكم، واكيد هو بيفكر كتير، وهنشوف هيستقر على ايه في النهايه. لسه مع الاخبار المسائي اللي بيقول لك برده بالبونت العريض الحيره، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، والراجل بيفكر اكيد في السيناريوهات اللي خاصه بالجوله الاخيره اللي قد تؤدي انك تكون اول مجموعه او لا قدر الله تاني مجموعه. فبرضو الحيره دي جايه نتيجه ايه؟ ان هو بيرغب في اراحه بعض اللاعبين. فمن هنا عايز اروح للشروق، لان هو بيرغب في ايه؟ يريح مين؟ الشروق كاتبه انه بيفكر يريح صلاح والنني وعلاء. محمد صلاح انا يعني مش عارف، ما اعتقدش ان انا بس يعني، اعتقد المصريين كلهم ضد ان محمد صلاح يريح. الراجل كان واخد فتره راحه، بالعكس احنا عايزين مستواه يزيد، فاعتقد مع المباريات مستواه هيزيد. يعني المباراه الاولى ما كانش هو صلاح، المباراه الثانيه ابتدينا نشوف محمد بس مثلا، ان شاء الله المباراه الجايه نشوف محمد صلاح. فبالتالي هيبقى صعب شويه ان صلاح يريح، اعتقد يعني كده. ما اعرفش مستر جيري هيستقر على ايه. النني ممكن تلعب مكانه دونجا، ممكن تلعب مكانه علي غزال. محمود علاء برضه هيبقى فيه صعوبة انك تريحه، رغم ان انت عندك باهر المحمدي والونش، فبرضه دي جزئية من ضمن الجزئيات. لكن موضوع صلاح يريح او تريزيجيه كمان يريح صعب قوي، لان احنا محتاجينهم. محتاجينهم ليه؟ عشان تكسب الماتش او تتعادل وتصعد باذن الله كأول مجموعة. ف
فبالتالي هنشوف ايه اللي هيحصل بكره ايا كان اللي هيلعب، ان شاء الله يكون موفق ان احنا نكسب باذن الله. اليوم السابع بتقول المنتخب يختتم اليوم استعداداته لمواجهه الصداره امام اوغندا. هي فعلا مواجهه الصداره، وزي ما قلت لحضراتكم وعدنا ان هي تكسب تبقى اول، تخسر تبقى ثاني، تتعادل تبقى اول. هو اجيري اليوم السابع بقى بيقولوا ايه؟ ان اجيري بيتراجع عن تغيير التشكيل بسبب السنغال، تخوفه من مواجهه السنغال او عدم رغبته في مواجهه السنغال في التوقيت ده يعني. فبرضو اليوم السابع بيقولوا حاجه معاكسه للاخبار اللي كانت معانا قبل كده، ان الراجل كان بيفكر يعمل تعديلات في التشكيل لكن تراجع عن هذه الفكره عشان يفضل في الصداره، وده هدف منشود ومهم جدا في المرحله الحاليه بالنسبه للمنتخب. هم كمان في اليوم السابع بيتطرقوا لايه؟ ان في ازمه في خط الهجوم من وجهه نظرهم ومن وجهه نظر البعض في مصر، ان خط الهجوم عندنا مش قوي بالتحديد فيما يتعلق بمروان محسن، احمد علي، احمد حسن كوكا. مروان محسن قبل البطوله كان عامل مباريات وديه بشكل مميز جدا، برضو يعني اعتقد اسلوب اللعب مش مساعد مروان محسن. احمد حسن كوكا علامات استفهام كتير جدا عليه بصراحه من قبل كل الجماهير المصريه. احمد علي لسه ما شفناهوش في البطوله لكن هو هداف الدوري، فلعيب ايضا جيد يعني. كمان هم قصدهم على الطريقه الهجوميه الخاصه بمنتخب مصر والشكل الهجومي، وما شفناش الشكل ده كتير بسبب ان احنا اتضغطنا في اول ماتشين في الشوط الثاني، فكنت بتلعب تقريبا على المرتدات ومع اواخر كمان الشوط الاول في الماتشين، وده اللي حصل كمان في الماتش الاخير بالكره بتاعه تريزيجيه اللي خدها وراح مديها لصلاح، جاب جون برده من هجمه سريعه مرتده. فهو ده تقريبا الشكل الهجومي، لكن ده برده بيدل على او بيؤدي لتخوف عند الشعب المصري بكل تاكيد، وباذن الله نشوف شكل هجومي افضل من كده بكتير لمنتخب مصر، او شكل اداء بشكل عام دفاعيا هجوميا يكون مميز باذن الله لمنتخب مصر خلال المرحله اللي جايه. الاهرام بتقول وبتتكلم عن تريزيجيه نجم البطوله حتى الان. في نجوم كتير جدا تالقوا، لكن اللعيب ده لعيب كبير جدا جدا، مظلوم جدا في تركيا ومظلوم جدا في مصر من الجانب الاعلامي، لازم ياخد حقه، احنا بنديله هو حقه بصراحه. تريزيجيه نجم كبير جدا جدا ويستحق انه يلعب في احسن حته في العالم، دي حقيقه. هما بيتكلموا على ايه؟ ان هو بيتخلص من ظل صلاح وبيخطف الاضواء في امم افريقيا، وطبعا نجم كبير عمل الهدف او جاب هدف في الماتش الاولاني، صنع هدف في الماتش الثاني باداء جيد جدا على مدار المباراه، على الدقائق اللي بيلعبها. هو كل ماتش بيخرجه مستر اجيري مع نهايه الشوط الثاني كده او قبل النهايه ب 10 دقائق ربع ساعه، لكن الدقائق اللي بيلعبها تريزيجيه هي اللي بترجح كفه المنتخب المصري بكل امانه بكل امانه. فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. سلجادو كمان بيراه موهبه تستحق الرعايه، احنا شايفينه موهبه من زمان جدا وموهبه تستحق الرعايه وتستحق الاهتمام الاعلامي الكبير، مش عشان يعني مش عشان تريزيجيه او حاجه، عشان هو يستحق كده، هو يستحق بصراحه ان انت تهتم بيه زي ما بتهتم محمد صلاح، لانه نفس جوده محمد صلاح ومؤثر زي تاثير محمد صلاح. العناصر كلها اكيد عناصر مؤثره في منتخب مصر، لكن تريزيجيه بالتحديد هو الملفت حتى الان في صفوف المنتخب الوطني المصري، بجانب طبعا طارق حامد، بجانب محمود علاء، بجانب الشناوي محمد الشناوي، بجانب كمان صلاح.